الحمد لله، السلام عليكم. الناس تسأل كيف نستعيد إلى رمضان؟ ما هي الأذكار؟ تكلم عن الأذكار في رمضان بإذن الله. الذكر الذي أنصح به في رمضان هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو تختار إما هذا أو إما الذكر الآخر هو سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومدير كلماتي. هذا هو الأذكار الذي أنصح بها، اجتهاد فيها. إذا كان عندك وقت في رمضان بإذن الله تقول 1000 مرة وراء كل صلاة، و1000 مرة وراء كل صلاة مفروض. ليس عندك وقت تقول 200 مرة. ليس عندك وقت في اليوم كله تقول 2000 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 2000 مرة وراء صلاة العشاء أو وراء صلاة التراويح. القرآن أنصح دائما أن لا تحدد صورة، أنت تحب صورة اقرأ تلك الصورة، ولكن يجب أن تقرأ القرآن. أكبر خطأ يطيح فيه الناس هما أنهم يحددون صورة ولا يقرأون القرآن. لن أقول هذه من الشيطان، ولكن هي غفوة وغفلة عن قراءة القرآن. يجب قراءة القرآن. أنت تقرأ سورة البقرة، سورة البقرة تأخذ 45 دقيقة تقريبا. إذا قرأت 4 أحزاب من القرآن تأخذ 35 دقيقة. 35 دقيقة 4 أحزاب من القرآن، تختم القرآن في 15 يوما. أفضل يعني في الشهر تختم القرآن مرتين، يعني من الأفضل أن تقرأ 4 أحزاب، هذا أقل شيء. أما الذي يريد أن يجتهد يقرأ 8 أحزاب، 8 أحزاب 4 أحزاب وراء صلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح، و4 أحزاب في الرقعة اليوم كله. يعني 8 أحزاب أفضل. القسم الثاني هو 6 أحزاب من لم يستطع. القسم يعني الضعيف يقرأ 4 أحزاب، يختم القرآن في 15 يوما. أفضل من أن تحدد صورة. ولو أنك تحب صورة اقرأ تلك الصورة التي تحبها، ولكن يجب أن تقرأ القرآن. ركز على هذه النقطة. ما هو الذكر الذي أقوله في رمضان يكون في لساني اليوم كله؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يجعلك لا تحس بالعطش، يفرز اللعاب في فمك فلا تحس بالعطش، وزائد القوة، يعطيك قوة، وفي فوائد عدة. لا إله إلا الله، لا إله، تجديد الإيمان، من تجديد الإيمان، تغلب على القارين، قارينك، لأن قارينك ليس محبوس في رمضان. هناك من يعتقد أنه قارين محبوس، قارينك يبقى معك. من يحبس في رمضان الشياطين الكبار والمرضى وبعض الشياطين، يعني هجمات الشياطين تنقص في رمضان. هذا هي الفكرة، يجب أن تفهمها. يعني مثلا الشياطين من غير رمضان 80% 90% من هجمات، يأتي رمضان ينقص إلى 25%. فهمتم؟ هذا هو رمضان، يعني تنقص هجماتهم، تنقص، لا يستطيعون التغلب عليك. يجب أن تضعف قارينك في رمضان. لماذا يجب أن تستغل ذكر لا إله إلا الله لكي تتغلب على قارينك؟ رمضان هذه هي الأذكار التي أنصح بها، زائد الصلوات، الإنسان يصلي وراء صلاة العشاء ما استطاع، وصلة الرحم، لا تنسوا صلة الرحم، وفعل الخير. والنقطة المهمة في رمضان، اربط لسانك، لا تتكلم في أحد ولا على أحد ولا تنتقد أحد، ولا ولو أنه يكون خاطئ لا تتكلم فيه. خاطئ من يقول أن الله من الصائم وفي وراء صلاة العشاء يتكلم، فأنت فقط يقولون كأنك لا تفعل شيئا. العلماء يقول أنك لما تبدأ تتكلم في عرض الناس حسناتك تذهب. أنت تفعل، تصوم وتصلي وتذكر وتتكلم في عرض الناس. خاصة الأشياء تبادل تجاري، لما تتكلم في عرض الناس تبادل تجاري، يعني تبدل حسناتك بالسيئات فقط. هذا ما تفعله. من هذا المشكل فلا تطحن في هذا الفخ، سواء في رمضان أو غير رمضان، لا تتكلم في عرض الناس، دع الناس وشأنهم. غض البصر مهم في رمضان، إن لم تغض بصرك فلا تفعل أي شيء. تخالط، لا تعسوا كثرة تخالط نساء ورجال، الإنسان يجب أن يعتزل في رمضان، على الأقل الإنسان يحترم رمضان. تخالط، وما الأماكن التي ستكون فيها تخالط نساء ورجال، فمن الأحسن الإنسان أن يعتزلها إلا للضرورة القصوى. وزيارة المرضى، من استطاع كذلك يزور المرضى، الإنسان الذي مريض سواء كان في المستشفى أو في منزل تزوره. يجب أن تصل لهذه القمة، هذه القمة لا يصلها إلا الكبار. ولو يكون عدوك، عدوك سحرك وتكلم فيك وتشاجر معك،
إذا كان مريضا على فراش المرض أو كان به أذى يجب أن تزوره، وخصوصا إذا كنت تعرفه كان جارك يجب أن تزوره. أقطع حبل الشيطان، زوره وتسامح معه وقل له يا كيف حالك، ولا تتكلم في تلك المشكلة الذي بينك وبينه في الماضي، لا تتكلم فيه، ذلك ماضي لا تتكلم فيه، اطوي الصفحة. هذا هو ما تفعلونه في رمضان إن شاء الله، هذا هو استعدادكم لرمضان. فعل الخير وكثرة الخير واجتناب الحرام والشر، هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.